الناشد الأخ رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. نريد العودة إلى ديارنا، جملة نداءات ومطالبات رفعها آلاف اليمنيين العالقين في بلدان العالم المختلفة بعد أن وجدوا أنفسهم عالقين بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا. الجائحة التي ضربت العالم وأدت إلى توقف رحلات الطيران أجبرت الكثير من العالقين على البقاء بعيداً وسط أوضاع إنسانية صعبة، اضطرت بعضهم لبيع مقتنياتهم البسيطة وحتى هواتفهم المحمولة. تقاعس الحكومة التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها تسيير رحلات لإعادة العالقين من مصر والسودان والهند دفع العشرات من العالقين في السودان إلى التظاهر احتجاجاً على دور الحكومة السلبي في التعامل مع مشكلتهم المتمثلة في إغلاق الأجواء اليمنية بسبب فيروس كورونا. وبموازاة ذلك أعلنت المنسقية العليا لليمنيين العالقين في الهند اعتزامها التصعيد ضد الحكومة احتجاجاً على تجاهل معاناتهم بعد أن كانت وعدت في وقت سابق بإعادتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وأمام جملة الأوضاع الصعبة التي يعيشها العالقون في الخارج وجلهم من المرضى والطلاب والنازحين اليمنيين، أكد عدد منهم بأنهم باتوا مهددين بالموت والجوع والمرض إلى جانب تعرضهم لاحتمالات الإصابة بكورونا بعد أن باتوا غير قادرين على تحمل نفقات البقاء في تلك البلدان. تتضاعف أوضاع العالقين اليمنيين في الخارج بسبب حظر إجراءات السفر نتيجة كورونا، فيما تقف الحكومة اليمنية موقف المتفرج حيال الأزمة، وهو أسلوب اعتادت عليه الحكومة في التعامل مع أزماتها داخلياً وخارجياً.